انا بعمل عدس جميل جدا جدا جدا، بيبقى عليا ناس من جميع الحتت. كنت بخاف اكلم الناس، الشارع بيقسي شويه، عندي مشكله في الخفه وفي ربنا ما كرمنيش. كان نفسي ان انا ربنا يكرمني ببنت او ولد، بس لان انا اصلا في الدنيا لوحدي. بس انا كويس وراضيه، وعمري ما بصيت لعيشه حد، ولا عمري قلت انا هعمل وهعمل زي فلان، لا والله انا الحمد لله عندي نفسي احسن من اي حد، بس الحمد لله. مفيش بشر ولا سائل محروم عدى عليها وكان محتاج الا واطعمتها. تجار السبتية وصنايعتها وكل العمال اللي موجودين فيها يعرفوا الطبق الكشري بتاعها والعدس بتاعها، اللي لو عدى عليهم بيقفوا يضربوا له الف تعظيم سلام. بتقعد في وسط معلمين تحل قدها مشكله. تعالوا بينا نشوف هبه، واهلا بيكم في حلقه جديده من فتح الشغل. هبه ازيك؟ كويس الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. بيقولوا عليك انك بنت السبتية الجدعه. طول عمري وانا واقفه هنا كده، من وانا عندي 14 سنه 16 سنه يعني، اما افتكر يعني في الصيف بنزل هنا على الساعه 5 ونص مثلا اقصى حاجه، اما في الشتاء بنزل من الساعه 3 لاني بعمل عدس في الشتاء. فببدا شغل مثلا من الساعه 5 الصبح لغايه بقى تسير ربنا، ممكن قبل الظهر بعد الظهر، مش اكتر من كده يعني. ده في العدس في الشتاء. اما في الصيف على حسب بقى ما ربنا بيسهل يعني، بنزل من الساعه 5 ونص كده لغايه بعد المغرب بابا في الشارع. انا عندي 37 سنه اهو، ومن وانا عندي 16 سنه وانا هنا. فالشباب الصغيره كلهم خواتي وعيالي، والكبار في السن طبعا خواتي، وكل التجار بيحبوني وانا بحبهم وبيحترموني، وفي اي مشكله الحمد لله بيبقوا واقفين في ظهري، لان انا اصلا في الدنيا لوحدي، مفيش حد معايا. حياتك بقى ماشيه ازاي بالنسبه بقى لاخواتك وحياتك الزوجيه، ومعاكي اولاد ولا معاكيش؟ الشارع بيقسي شويه، لازم، مش عشان تعرف تعيش مع الناس، لا والله مش شرط، بس لما تيجي تشيل انابيب على كتفك وتشيل ميه وتقفل وتعمل حديد وتشيل ميه بتغلي وتشيل مكرونه، غصب عنك هتنشف، مش بايدك يعني، لازم تبقى ناشف كده. ربنا كرمني من كام سنه كده، اتجوزت، جوازي ما استمرش سنه، ما حصلش نصيب يعني. انا كنت الزوجه الثانيه مش الاولى، مع اني كان اول جوازه ليا، هي اول جوازه واخر جوازه. ما نفسكيش في اولاد؟ لا ربنا ما كرمنيش، عندي مشكله في الخفه وكده، فربنا ما كرمنيش. بس والدي سايبنا من زمان، وسايب والدتي، احنا خمسه شقق، ومنفصل عن والدتي، ومنفصل برضو على اللي بعديها واللي بعديها، وجايب من كل حد اطفال يعني، جايب من كل حد عيله يعني، احنا تسعه اخوات، انا الكبيره يعني. اول يوم قلتي فيه يا شغل، ونزلتي فيه بقى ونزلتي الشارع في وسط الناس والسبتيه، اتعاملتي ازاي وايه الموقف اللي قبلك غير حياتك بقى في الشغلانه دي؟ كل واحد بحدوده معايا، الكويس انا كويسه معاه، واللي مش كويس انا مش كويسه معاه. يعني انا لما نزلت وكنت صغيره هنا كنت بخاف اكلم الناس، كان مثلا اللي ياخد مني طبق مثلا ويلمس ايديا من تحت، كنت عيل انا 16 سنه، كنت انا كبيره اخواتي، ما كنتش بقدر اتكلم. مفيش حد ضايقك؟ مفيش حد قال لك كلمه زعلتك؟ عملت مشاكل وانا صغيره، واحد مره ضايقني وانا صغيره، كان عندي حوالي 20 سنه، عورته بالسكينه بتاعت الشغل، هو جه ضايقني وانا شغاله، رحت انا عورته. بس انا زمان كنت بلبس زي الصبيان كده، كنت بكاب ومش عارف ايه كده، وكنت بشعري غير دلوقتي، فضايقني هو، كان رخم وضايقني، وانا كنت ماسكه السكينه بقى مش واحده معوره، وكان هو كمان عبيط كده كمان يعني، ما كانش واعي، ومن ساعتها ما شفتوش تاني، عورته ومشي. بقى حب الناس ليا هو اكبر حمايه يعني، ما فيش غريب يقدر يمشي في الشارع يبص لي من قبل ما انا مثلا عينيا تشوفه، وكل اللي واقفين عينهم شايفاه. الناس بيقولوا لي انك انت لو حد جالك معهوش وعايز ياكل فانت بتاكليه. طبعا ياكل، ده بيبقى احسن رزق ليا، اللي هو بيجي جعان ده ومعهوش فلوس يعني. لو انا بعد فلوسي اخر اليوم كل يوم، اليوم ده بيبقى الحمد لله فلوسي اكتر، واي حد معهوش بيجي ياكل، انا ما بقولش لحد معهوش ما تجيش يعني.
انا طول ما انا الحمد لله بصحتي فمش محتاجه حاجه، كل يوم رزق ربنا بيبعته لي وبزياده الحمد لله. ايه سر طبق المكرونه بتاعك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مش اكتر من كده، مفيش طبق بعبيه غير لما بسمي، والله مش اكتر من كده. اما هي ما فيهاش اي حاجه خالص، هما شويه مكرونه وحته تومه نيه وحبه ملح في الصلصه وخلاص، وبسم الله الرحمن الرحيم طبعا كفيله باي طعم. لا انا بعمل عدس جميل جدا جدا جدا، بعمل عدس جميل احلى من المكرونه، بعمل قوطه مخلله مع العدس احلى من العدس، وطبعا عيش محمص وفل وبتاع دوت وبصل اخضر وليمون. اوعى تنسيها، ربنا بيرزقني من ورا العدس، فببقى عاملاه بحب اكتر. يعني لو عليا فلوس مثلا في حاجه عاوز اعملها، في حاجه عاوز اجيبها، ربنا بيكرمني منه. غير الكشري، الكشري برضو الحمد لله ربنا بيكرمني فيه، بس العدس بشتغل فيه شهرين مش اكتر من كده، بس ربنا بيكرمني فيه. يعني بيبقى عليا كتير ومسيحيين اكتر من المسلمين، عشان بيبقى انا ببدا اول الصيام بتاعها من 25/11 العدس، فطبق العدس بيبقى وجبه كامله، وطبعا وجبه بتسخن الجسم وبتدفيه في ساعه، فبيبقى احسن من مثلا من مكرونه الصبح، فبخلص بدري الحمد لله. بيبقى عليا ناس من جميع الحتت وناس انا ما اعرفهاش هم عارفيني. ما عندكيش صحاب بنات؟ ابدا. يعني كل اللي تعرفيهم كل اللي اعرفهم شباب ورجاله بحكم عملي، ما بحبش اصاحب البنات، ما بعرفش اتكلم معاهم، ولعلمك ما اعرفش اتخانق مع واحده، ممكن اتخانق مع واحد ولا اعرف اشتمها، يعني حتى لو شتمتني ما اعرفش ارد عليها، بس اتخانق مع واحد واضربه اعوره عادي مش مشكله. انا بضحك وبهزر والحمد لله معليش جنيه لحد، وبشتغل وبكسب وبصحتي، فدي دي نعمه من عند ربنا. في ناس معاها مش قادره تعمل اللي انا بعمله، مش قادرين يشيلوا اللي انا بشيله، ولا ينزلوا من فجر ربنا، ولا يعملوا الجهد اللي ولا المجهود اللي انا بعمله. تعبت شويه ونفسيتي تعبت شويه من موضوع الخلفه ده، لما رحت والدكتور قال لي يعني ربنا مش كاتب لك خلفه، بس عملت توازن لحاجات كتير في حياتي، لقيت الحمد لله انا واخده حقي الحمد لله وزياده، واخده الستر من ربنا، واخده حب الناس، واخده الصحه. عاوز اكتر من كده؟ كل واحد واخد حقه من ربنا، ربنا مديك كل واحد حقه.